بطبيعة الحال اللحمة بين الجيش الوطني الشعبي والشعب الجزائري هذا أمر بديهي، أمر وارد وبديهي جدا أن تكون هذه اللحمة، لأن أبناء الجيش الوطني الشعبي هم أبناء الشعب أصلا، فهذه اللحمة هي التي بإمكانها أن تحمي أسس الدولة الجزائرية وأسس الجمهورية الجزائرية آنيا ومستقبلا من كل المحاولات البائسة والمحاولات العدوانية التي تضرب النسيج الاجتماعي، كما تفضل الدكتور برقوق، ضرب النسيج الاجتماعي بهذه المحاولات البائسة بأن يحيوا نعرات تاريخية أو يفسروها على حسب أهوائهم أو يطعنوا في تاريخ الجزائر فيصفونها بأنها دولة مستحدثة كما نسمع في هذه الأيام. الجزائر اليوم هي أمر بديهي أنها نوميديا الأمس، نوميديا الأمس التي كانت حدودها من واد ملوية غربا إلى الواد الكبير في تونس شرقا إلى خليج طرابلس إلى أعماق الصحراء. الآن بعض الكشوفات الأثرية تجد أن قبور المدغاسن موجودة في تيندوف وموجودة في حتى في أقاصي الصحراء في منطقة جانات وتمرست. إذن جزائر اليوم كانت تسمى نوميديا سالفا، ثم سميت المغرب الأوسط، ثم أخذت اسم الجزائر، وهذه التسميات واردة على جميع الدول أن تتغير التسمية. حتى الآن كل الدول الأوروبية لربما لو رجعت إلى 10 قرون إلى الوراء تجدها أنها على غير التسمية الحالية. إذن المزايدة على تاريخ الجزائر والمزايدة على النسيج الاجتماعي الموجود في الجزائر هذه مزايدة باطلة، لأن اللحمة الجزائرية كانت منذ الأزل. ولعل أوضح صورة كما تفضل الضيوف الكرام هي الثورة التحريرية، كانت اللحمة بين جيش التحرير الوطني والشعب الجزائري مكتملة. أيضا في هذه الأيام الجيش الوطني الشعبي هو المؤسسة الأولى التي هي عرضة لهذه الدعاية. نستطيع أن نجد في وسائل التواصل الاجتماعي أن أغلب الدعاية الهدامة ضد الدولة الجزائرية بطبيعة الحال هي تمس المؤسسات الأخرى، ولكن في أغلبها تضرب مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، وهذا دلالة واضحة على أن هذا الجيش له مهمة أكثر من جيش، ليس جيش نظامي كما تفضل في بداية المداخلة الدكتور عظيمي، ليس جيش نظامي أسس بقرارات وبأوراق وبعقود رسمية، وإنما هو جيش ولد من رحم المعاناة، لذلك يحمل في طياته ويحمل في روحه ويحمل في عقده الاجتماعي ويحمل في عقيدته كل مبادئ الخير وكل مبادئ اللحمة من أجل الحفاظ على هذه الدولة.